تابعونا عبر هاشتاغ رأيت داعش على فيسبوك وتويتر، على منصات التحالف الدولي ضد داعش. في الصباح التالي لسقوط داعش كنت في بغداد. لا أنسى لحظة إعلاني خبر تحرير كامل تراب العراق من التنظيم الإرهابي. كانت ليلة حافلة هنأني الحضور من زملائي الإعلاميين الحاضرين، ودارت حلقات الأحاديث الجانبية في كواليس المؤتمر عن تفاصيل المعارك وضراوة القتال وأحوال الأهالي في المخيمات وبين أنقاض المدن التي حررت من داعش. استيقظت مبكراً في الصباح التالي، أول صباح تعيشه بغداد بعد أن تلقت خبر التحرير. من شرفة الفندق جلست أستمتع بمراقبة لحظات النهار الأولى في شوارع بغداد، فللبدايات الجديدة مذاقها الخاص، وبلادي تستحق بداية جديدة، تستحق بدايتها الجديدة بعد أن تخلصت من هذا الكابوس. طوال الشهور التالية وكلما زرت أطلال المدن والقرى التي عانت تحت حكم داعش ودمرتها الحروب، كنت أرقب كيف تتعافى عبر حركة إعمار النشطة. تتعافى الأطلال بشكل تدريجي ولكن بثبات. لكن ماذا عن ملايين البشر؟ كيف يستطيع هؤلاء الذين عاشوا سنوات من القمع والتنكيل تحت حكم داعش وعانوا من العذاب والامتهان وفقدوا أحباءهم، كيف أن يتعافوا مما جرى وأن يكسروا جدار الخوف ويحاولوا البحث عن مكان تحت شمس الأمل؟ نادية مراد نموذج للناجيات من داعش الذين تغلبوا على مرارة التجربة واتخذوا منها دافعاً ليمضوا في حياتهم ويساعدوا الآخرين على تجاوز آلام الماضي والعبور نحو المستقبل. عندما ذهبت لمقابلتها بعد سنوات من اكتمال التحرير، شعرت أنني أتوق للحديث إليها عن تجربتها. كيف نجحت نادية في التعافي من الآلام؟ والأهم من ذلك، كيف ساعدت الآلاف غيرها من الناجين لأن يجدوا طريقهم وأن يجدوا الفرصة لعيش البدايات الجديدة بعد ترك تجاربهم القاسية وراء ظهورهم؟ نادية مراد حبيبتي، شرفتيني كمرأة، كإنسانة، كعربية، كعراقية. أهلا بيك، وخبريني بداية شلون الآن نادية تستعيد الحياة؟ شلون نادية تكسر جدار الخوف؟ شكرا لاستضافتي، إنه موضوع مهم جدا نتكلم به، لأن موضوع الناجيات، موضوع داعش، معركة داعش، حرب داعش ضد المرأة الإيزيدية، ضد المجتمع الإيزيدي، لم تنتهي بعد 7 سنوات من الآلام المستمرة، من التجارب، من الدمار اللي في المنطقة، من المجتمع، الحالات، المجتمع الكامل اللي يعيش بالمخيمات من 7 سنوات داخل بلدهم، ساعة واحدة بعيدة عن بيوتهم. كسر جدار الخوف، ما مو كل إنسان، مو كل امرأة، أو مو كل ضحية من ضحايا داعش يستطيع التكلم عن تجربتهم. وكانت تجربتي إنه أجي وأتكلم وأكسر جدار الخوف، إنه أتكلم عن تجربتي، شيء جديد، شيء لازلت يعني أتعامل معه، لأن قصة صعبة، قصة إنه أنا مع أكثر من 6500 مرأة إيزيدية من النساء والأطفال والبنات قبل 7 سنوات أمام أنظار العالم والمجتمع الدولي وحكومتنا ودولتنا. خسرنا كرامتنا، خسرنا شرفنا من السبي، من البيع، من الاتجار بكرامتنا في العراق وفي سوريا. ومع الأسف القصة لم تنتهي بعد ما
تم القضاء على داعش مثل ما نقول. المشكلة لليوم لدينا أكثر من 2800 من النساء والأطفال المفقودين اللي ما نعرف مصيرهم، إذا هم أحياء أو هم لا زالوا في سجون داعش يتعرضون للسبي، للضرب، للاغتصاب في سجونهم في العراق، أو بعد في عندنا أطفال مفقودين في العراق. نادية، ألمح في الصوت ألم التجربة، لكني مع ذلك أجد فيك تعافي في الروح، تعافي نفسي. كيف حققت نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل، الشجاعة القوية، كيف حققت هذا التعافي الروحي أو هذا التعافي النفسي؟ إذا نتكلم عن التعافي الروح، جدا صعب، ماكو كلمات إنه توصف تعافي الروح للمرأة وللضحية، خاصة تكون ضحية يعني إرهاب مثل داعش. الحمد لله قدرت إنه أشوف الفرصة إنه العالم تسمعني، مثل آلاف، يعني مو بس أنا اللي حكيت، المئات الناجيات طلعوا وحكوا عن تجربتهم على أمل إنه راح يكون في إنقاذ لغيرنا، راح يكون في دعم لمحاربة داعش، محاسبة داعش. أنا مثل بقية الناجيات لازلت يعني أبحث عن فرص التعافي، لأن ما كانت مسألة نادية وبس، مسألة إنه قتلوا أمي، قتلوا أخواني الستة، قتلوا بنات أخويا الاثنين اللي كانوا معي، قتلوا صديقاتي وأصدقائي اللي من المدرسة، قتلوا المدرسين والمعلمين، يعني كل أحد كان كبرت معهم وتعلمت أشياء منهم وبنيت حياتي ل21 سنة معهم، كلهم راحوا انقتلوا ضاعوا وكل شيء أخذوا مني. فالتجربة إنه أشعر إنه دا أساعد غيري، أو إنه دا أشوف العالم جرائم داعش وما خلفه داعش في المنطقة، مو بس ضد الإيزيديين، ضد العراق بصورة كاملة، ضد المرأة والأطفال في المنطقة، إنه يساعدني أن أتقدم أكثر، إنه الناس سمعت، الناس عرفت عن جرائمهم، حتى لو في المستقبل ما تبقى نادية، راح تبقى كتابي، راح تبقى قصتي، راح تبقى كل ما يجي اسم داعش ما راح يكون انه في داعش عمل حرب وراح يكون في صورة لجرائمهم البشعة ضد المرأة وضد المجتمع وضد العراق في المنطقة. بالحديث عن الكتاب نادية، الفتاة الأخيرة، قصتي في الأسر ومعركتي ضد تنظيم داعش، برأيك وين وصلت هذه المعركة ضد التنظيم؟ احنا تغلبنا هسه على التنظيم ام هناك ربما معارك مقبلة؟ هل نحن مثلا إذا خلصنا المعركة الميدانية نحن أمام معركة فكر؟ شلون تشوفين هذه المعركة على ضوء كتابك أو على ضوء السرد اللي حطيتي بالكتاب؟ هو هذا السؤال سؤال صعب، إنه قدرنا إنه خلصنا داعش أو المعركة ضد داعش انتهت. يمكن لبعض الناس، يمكن بنظرة المجتمع الدولي انتهت، ولكن كيف نقول إنه المعركة للآلاف الذين لا زالوا مفقودين انتهت؟ وين الآلاف اللي لا زالوا في أسر داعش؟ المعركة لم تنتهي لأكثر من 300,000 إنسان يزيدي يعيش كنازح داخل بلده في مخيمات أمم المتحدة في العراق. المعركة يمكن بالسلاح انتهت، ولكن فكريا لم تنتهي. الخوف موجود، المحاسبة لليوم في عدنا الأكثر من 83 مقبرة جماعية انكشفت في سنجار وحدها للإيزيديين الذين انقتلوا أول الأيام من داعش هاجم المنطقة. لليوم لدينا الدلائل اللي من المقابر، من قصص الإبادة، من الناجين والناجيات.
يعني الشيء الواضح إنه ما تم محاسبة شخص واحد على ما فعله باليزيديين أو في العراق أو عن جرائم داعش. المعركة لا تنتهي بالقتل فقط، لأن داعش جو كي يقاتلوا، ما إجوا كي يحاس يعني يتحاسبون في محاكم دولية أو داخلية. لليوم الآلاف اللي انضموا لداعش مع الأسف لسبي النساء الإيزيديات، لنهب يعني ممتلكاتنا وأخذ مناطقنا وشرفنا، ما تم محاسبتهم من قبل حكومتنا ولا من قبل المجتمع الدولي. ما نقدر يعني نتكلم عن إنهاء داعش، الحرب على داعش إنه انتهت بدون محاسبة. لازم يكون في عدالة إذا نريد إنه ندس أو نشوف رسالة واضحة للجروبات اللي راح تجي بعد داعش أو اللي يمكن موجودة الآن، إنه نحاسب فكرهم، الفكر اللي يعني آلاف الشباب من مجتمعاتنا العربية انضموا لداعش بشهور بأسابيع بأيام، جو انضموا إلهم وعملوا هذه الجرائم، واليوم يعني بدون محاسبة إنه نحكي عن إنه خلصنا داعش، ما راح يكون في رسالة واضحة للإرهاب اللي راح يجوا بعدهم إذا ما حاسبنا كل، يعني حتى لو مو كلهم، بس حاسبنا هذول اللي كانوا المسؤولين عن سبي ودمار وحرب المنطقة بأكملها. نادية، اليوم كان عندك تجربة ذكرنا أنه مع وجود الألم طبعا، لكن كان هناك رحلة تشافي، رحلة تعافي في الروح. الآخرين من الناجين من داعش، هل تساعديهم أو هل لديك فكرة كيف يمكن أن نساعدهم على التعافي؟ أنا يعني من تجربتي الشخصية دائما أقول الإنسان من يصبح ضحية يحتاج دعم، دعم دعم طويل. إنه الدعم اللي يعني شكرا للدول الغربية اللي ساعدت النساء الذين الكثير منهم اللي حرروا من داعش، نساء وأطفال مثل كندا، ألمانيا، أستراليا، فرنسا، أعطوهم دعم يعني العلاج، دعم الأمان وأماكن يعني مكان إنه يشعرون به بالأمان بعد ما خسروا ثقتهم وكرامتهم وشعروا بالخوف. ولكن إذا نحكي عن الناجيات والناجين بصورة عامة، جميعهم عاشوا الخوف. اللي ما صار ضحية داعش يعني شاف من بعيد الخوف، النزوح، المستقبل المجهول. فالجميع يحتاجون حل يعني شامل، اللي يشعرون بالتعافي بالأمان. اللي دنسويه كنادية ومبادرة نادية مع المجتمع الدولي، مع الحكومة العراقية، حكومة كردستان، مع دولنا العربية، إنه كيف نساعد المجتمع يرجعون المناطق يعيشون بأمان بكرامة. نساعدهم إنه إذا إحنا نريد داعش ما يتحقق بهدفهم، إنه نساعد المجتمع الإيزيدي مثل بقية المجتمعات في العراق، نساعدهم بمنطقتهم. لأن داعش من هاجم سنجار ب 2014 ركز على الأشياء الأساسية في سنجار، ركز على استخدام النساء والأطفال ضد المجتمع، قتل الرجال كي يقلل عدد هذا المجتمع، دمار البنية التحتية من المستشفيات، المدارس، المزارات، المزارع، كي يتأكد إنه هذا المجتمع حتى لو داعش انتهى ما رح يتعاف يعني في تعافي بسهولة. فإحنا يعني ما أقدر أقول لك إنه أنا بوحدي راح أساعد مجتمع مر بجنسايد تحت إيد داعش إنه يتعافى بسرعة، ولكن أقول لك إنه راح نشتغل مع الكل
أنه نتأكد أنه هذا المجتمع راح يعيش بكرامة، وأنه راح يتم محاسبة من فعلوا هذه الجرائم بحقه. نادية، من خلال تعاملك مع الناجين وهذه المبادرة الرائعة، لو وجهتي سؤال للناجين أو وجهتي معلومة، خلينا نقول مو سؤال، أريدك أن تعرف هذا الشيء، ما هو الشيء اللي تريدين كل هذول الناجين يعرفوه حتى يستمرون بالحياة؟ أريدك أن تعرف ماذا؟ أريدك أن تعرف أنه أنت على حق، أنت لديك قصة، قصة العالم، قصة وحدك أو وحدك حاربتي تنظيم إرهابي. أنت اللي يعني خاصة للمرأة، لأن يعني هي اللي عانت الكثير، لديك القصة، لديك الحق لليوم تتكلمي عن ما تعرضتي له. أريدك أن تعرفي أنه الجميع عرفوا بجرائم داعش البشعة. أريدك أن تعرفي، يمكن يأخذ وقت، يمكن تجربتك ما تتكلمين بي من صعوبتها وبشاعة الجرائم اللي مريتي بي، ولكن أريدك أن تعرفي أنه دائما راح يكون في هناك وحدة غير نادية، أو واحد أنه يجيب الحقيقة ما فعله داعش. راح يكون العالم مجبور يسمع قصتك، لأن ما وقفوا هذه الإبادة وهذه الجرائم حقك. فراح ياخذ وقت، ولكن لدينا الحق بمطالبة العدالة، لديك الحق أن تطالبي بالحق. هل للرجل دور في حالة التعافي في المجتمعات بشكل عام؟ تعافي نادية مراد على المستوى الشخصي، نحب نعرف القصة الشخصية، وأيضا إذا كان التعافي لمجموعات، شلون هو دور الرجل بهذه الحالة؟ أعتقد أنه واجب أخلاقي وإنساني من المجتمعات ومن الرجال أنه يشوفون لهم دور لمساعدة النساء ومساعدة الناجين لتعافوا. ولكن علينا أنه ما ننسى من أول الأيام من داعش هاجم، قتل أكثر من 5000 رجل يزيدي، عمل جرائم في سبايكر ضد الآلاف من الأطفال اللي كانوا رجال وأطفال، وما تم لليوم ما تم محاسبة من عمل مجزرة سبايكر، لأنهم هم كانوا شباب لديهم عوائل، أطفال، نساء، أمهات. الدور ما لازم يكون على إنسان واحد أو مجتمع واحد. أعتقد من تجي المسألة للواجب الأخلاقي، كيف نساعد الإنسان يتعافى من تجربة مثل هاي، لازم نشارك به، أو الرجل يشارك به، ودوره مهم للتعافي من واجب إنساني وأخلاقي إذا تكون مع الإيزيدي أو مع المسلم المسيحي، أي إنسان يمر بهيج تجربة يحتاج توقف أو مساعدة من الرجال. فدوره مهم جدا، وخاصة في مناطقنا دور الرجل مهم لمنع هذه الجرائم والعنف الجنسي ضد المرأة، من تكون في الحروب أو من تكون العنف المحلي في المنطقة. نادية، كنت من الداعمين لإصدار قانون الناجيات الأزيديات، حدثينا أكثر عن أهمية هذا القانون، ليش تدعميه؟ شنو اللي حقق هذا القانون؟ القانون كان متأخر جدا جدا جدا. كانت قانون إنه شعرنا إن شعروا الناجيات والمجتمع إنه جزء من هذا البلد، قانون إنه شعروا إنه بعد في أمل إنه نبقى بهذا البلد ونبقى كمجتمع جزء من هذا البلد. القانون شيء مهم، ولكن تنفيذ القانون هو الأهم. لليوم ماكو أشياء أو خطوات جدية إنه هذا القانون راح يكون في يتنفذ قريبا للمجتمع وللناجيات. الخوف إنه هذا القانون راح يكون مثل قانون
يمكن سمعتي بقانون اتفاقية سنجار اللي أعتقد صار السنة الماضية، ولليوم القانون كان جزء يعني فقط كان قانون أعلنوا ولكن ما في تنفيذ. لليوم المجتمع يعني المجتمع وسنجار وكلنا ننتظر القانون اتفاقية سنجار بين العراق وكردستان أنه تجي كخطوات. فأتمنى أنه قانون الناجيات ما تكون بس يعني إعلان وتكون تنفيذ لدعم العدالة، دعم النفسي، إعادة المجتمع الناجيات لمناطقهم لقراهم وحمايتهم ودعمهم النفسي هو هذا الشيء اللي لازم القانون يجيب، مو بس إنه قانون دعم الناجيات تكون قانون بالبرلمان وقانون إنه نسمع بيه. فالناجيات تعب 7 سنوات بالمخيمات، تجي الناجية تعرضت للاغتصاب للسبي، خسرت عائلتها وتجي تعيش 7 سنوات. أعتقد أنتي بنفسك زرتي المخيمات، ويعني جميع المجتمعات في العراق رجعوا لبيوتهم يعمرون مناطقهم، هناك دعم للمجتمعات العراقية في مناطقهم كي يتعافوا من بعد معركة داعش، إلا المجتمع الإيزيدي، إلا الناجية الإيزيدية اللي هي اللي تبقى بالمخيمات في داخل بلدها لمخيمات تابعة للأمم المتحدة ل7 سنوات. فإذا نحكي عن قانون جدي، قانون إنه يدخل لتاريخ العراق لمساعدة الناجيات، فلازم يكون في قوانين، في خطوات لدعمها في منطقتها في سنجار. هل لنادية خطط شخصية لمحاربة فكر داعش؟ بس بدقيقة لو سمحتي. نادية راح تكون دائما موجودة لمحاسبة الفكر برسالتها، بقصتها اللي عاشتها. فإذا لم يبقى، إذا القوانين أخذت يعني وقت أطول، إذا مجتمعي ما بقى من المجتمع الإيزيدي في العراق وراح وما وخسرنا منطقتنا وأرضنا، فراح يكون دائما في عندنا رسالة، ولكن راح يكون في خيبات إنه بعد كل هذه التجربة يعني الكلام والقصص اللي حكينا، بس حتى نبقى بمناطقنا ونبقى جزء من العراق، والقانون تأخذ وقت حتى يعني ما يبقى يزيدي في العراق، فراح يكون في معركة ضد التنديم وضد الفكر، ولكن راح يكون دائما في خيبات. نادية مراد، الناجية الإيزيدية الشجاعة والحائزة على جائزة نوبل، تشرفنا بوجودك معنا في رأيت داعش. في العراق جرى دحر داعش ودفعت كل من سوريا والعراق تحديداً وما تزال ضريبة الحرب كاملة، لكنها انتصرت في المعركة الكبرى ضد التنظيم وأنهت سيطرته الجغرافية، ولذلك قصة سأستكملها معكم في الحلقة التالية من رأيت داعش. يمكنكم الاستماع إلى حلقات رأيت داعش عبر موقع التحالف الدولي www.theglobalcoalition.org وعبر منصات أيكاست وبوديو ومن خلال هاشتاغ رأيت داعش على مواقع التواصل الاجتماعي.